ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حاج انت؟ هو ده انتوا دقنكم بيضا زيي؟ لا، واسمها وايد. اسمها وايد. وايد؟ اه ابيض، دقنكم بيضا بيضا مش وايد. ما فيش حاجه اسمها وايد. اسمها وايد يا حاج. وايد ايه؟ اسمها وايد قال؟ اه لا. هي اسمها وايد، معلش دقن بيضا. امال اسمها ايه؟ وايد. لا دقن بيضا. انا دقن بيضا، انتوا دقنكم وايد. لا، ما هي وايت يعني ابيض. وايت يعني الوايت يعني ابيض؟ اه. انت متاكد؟ اه. ماشي يا وايت. ايه ده؟ ايه الزهرين الجميله دي؟ ايه رايك؟ ايه رايي؟ إيه دي سوسه عماله تعمل بتوع تيجي معاه؟ ايه ده؟ مالك يا كوك؟ انا عايزه الزهرين بتاعتي يا بابا. لا دي زهرين. لا ثواني بقى، انت زعروره وهي زعروره، كل واحد يبقى معاها زعروره وهي ملكه. ما ينفعش دي زهرين. طب وريني كده؟ لا ده شعري. اه بس بتعمل ازاي؟ شعري. ممكن زعروره؟ لا. وزعروره واحدة بس؟ ايش معنى انت وانا لا؟ ايه ده؟ محدش بيخاف. محدش بقى يخاف منك خالص، ولا حد بقى يخاف مننا، احنا ما بيناش عفاريت. معرفش بقى في ايه. خلاص يا بنتي محدش بيخاف، بتقولي بتعيشي في كمش تعملي، احنا بنخاف منك. يا بنتي خلاص. ايه ده؟ ايه اللي على مخرج ده يا جوكا؟ ايه رايك؟ دي البنده بتاعتي. بنده؟ لما بروح كده بتيجي معايا، ولما بروح كده بتيجي معايا. الله بابا. جميله قوي. ايه يا كوكي؟ انا عايزه البنده دي. عايزه تجربيها؟ لا لا، اديها لك جربها، اديها لك جربها. يلا. واو. ايه ده؟ اسمه ايه ده يا كوكي؟ دبدو. اسمه ايه؟ دبدو. دبدو؟ اسمها بنده. بنده اسمها دبدو. دبدوب ايه يا ام دبدوب انت؟ ايه مالك في ايه؟ بابا تعرفش حاجة للبرد؟ ليه مالك؟ انا تعبانة قوي وسخنة. تعبانة وسخنة؟ الاتنين؟ ايوه، وكمان بكح. ايوه باين عليك انك تعبانة. انا هنزل اجيب لك حقنة بسرعة هتخف على طول ان شاء الله. لا حقنة. لا لا، هي حقنة اللي هتجيب معاكي من الاخر. لا يا بابا حقنة بلاش، هاتلي دواء وانا اخف. خلاص خلاص، هنزل اجيب لك دواء وهتاخدي الدواء هتبقى كويسة وزي الفل ان شاء الله. كويسه ايه؟ ده المفروض اخد الدواء واريح. ايوه صح، ما انت لازم تاخدي الدواء وتريحي عشان الكحه والتعب اللي انت فيه ده يروح. هو كده في مشكله؟ ماما دلوقتي انا عندي درس، وماما لو عرفت ان انا تعبانه هتقولي برضه هتروح الدرس. لا ما تجيش دعوه بماما، انا هقول لها مش هينفع تروح الدرس. او النبي يا بابا قول لها انتوا مش شايفيني تعبانه ازاي. خلاص. A few moments later. يلا يا بنتي العبي العبي يا بنتي العبي يا بنتي، ده احنا هنلعب للصبح. ده انا قلت لبابا ان انا تعبانه ومش هروح الدرس. دي المفروض قنبله. انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ انا رسول بابا. جدو. نعم يا حبيبي. انا عايز جنيه. لا ما فيش جنيه. طب انا يا جدو بقى انا عايز جنيه. ماشي يا حبيبي. طب مش معنى انا بقى. لا مش هدي. هو بيحبني انا اكتر منك صح يا جدو؟ اه. لا طب حبيبي. احنا هنسأله بقى، جدو بتحبني انا ولا هو؟ هو. يلا هنجرب الفلتر ده ونشوف هيجي على وشي مين. ماشي ماشي. عدي لغاية تلاتة وتشيلوا ايديكوا. ماشي. يلا واحد اتنين تلاتة. جي عليك أمورة. لا على فكرة أنا أمورة. لا أيوة أنت أمورة باين على وشك أهو. ما جلناش إحنا الاتنين. إيه؟ ما جلناش إحنا. على فكرة بقى كل ما خمن. طب يلا نجرب تاني، يلا نجرب. يلا المرة دي بقى نشوف هيجي على وش مين. لو جه على وشك يا جوري يبقى أنت بقى اللي شكلك وحش. ماشي؟ واحد اتنين تلاتة. على فكرة البنت كارما مش شيل ايديها اخر واحدة. بصي لئيمة، انت لئيمة. خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. بصي كارما بتضحكي علينا؟ يا بقعو يا بنت اللذينة انت. ايه ده؟ عينك عامل الكرانية جوك؟ والله ما اعرف يا بابا، انا فضلت اعمل كده كتير لقيتها ابتدت تنزل قوي. بتعملي كده في خدودك؟ اه. طب ما غلط، ما حدش يعمل. هو في حد بيعمل كده في خدوده؟ ايه يعني يا بابا؟ انا قلت اجرب. تجربي ايه؟ خدودك سخنت؟ قامت دي عم تنزل كده، ما تعمليش كده تاني. ماشي. ولا اقول لك اعملي الناحية التانية عشان الاتنين ينزلوا. ماشي. ماشي؟ بس بس خلاص يا جوكا. مش هقول انت عارف. لا مش عارف حاجة. مالي؟ لا انت عارف. انت قصدك يعني عشان ميسي كسب كأس العالم؟ يا بابا انت يا بابا ما تقولش الاسم ده، بيعصبني بجد. ليه بيعصبك ليه ميسي؟ طب على فكرة بقى، امبابي كان أحسن منه. والله امبابي كان أحسن منه. كان أحسن منه. ميسي كسب كأس العالم. ميسي.
في ايه؟ في ايه؟ سلك لي السلك جه، صلح لي السلك جه. السلك ماله؟ السلك. السلك باظ؟ السلك. استنى يا روبوت هعمل لك السلك. في ايه؟ يلا دلوقتي كل واحد فيكم يتمنى أمنية، ماشي؟ جوري تتمني تطلعي ايه؟ انا دكتورة. لا دكتورة جميلة. وانت يا كوكي نفسك تطلعي ايه؟ انا مش عايزة اطلع حاجة. ليه؟ تطلعي حاجة حلوة يعني، تتمني تبقي حاجة حلوة، دكتورة، مهندسة. ليه طيب؟ ما اتمني امنية حلوة. لا. ليه؟ لا ليه؟ انا عايزة انام. عايزة ايه؟ انا عايزة انام جنبكم هنا. عايزة تنامي هنا على طول؟ مش عايزة تطلعي حاجة يعني؟ انا قوم هنام. انت فاشلة يعني؟ انت يا فاشلة. يلا نجرب الفلتر ده، اول ما عندي تلاتة نشيل ايدينا، ماشي؟ ماشي. جاهزين؟ جاهزين. واحد اتنين تلاتة. ايه ده شبه العصفورة. شبه ايه؟ العصفورة. لا هي مش عصفورة، هي حاجة تانية بس حلوة. عصفورة حلو. ايه؟ قرد. قرد شبه القرد. انت شبه القرد صح؟ اه. يلا يا قرد. يا قرد. جوري. نعم. مين اجمل واحد فينا؟ انا. ايه ده؟ انت عليك فلتر جميل. لا ولاقي عليكي. لا انا جميله. اوعي بس عشان في حاجات بتقع من شعرك عليا. يا بابا انا جميله. جميله او ما باين على وشك اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عرس اسود. يا لهوي يا كوكي شكلك بقى عامل لي كده. ده انا شكلي قمر وعسل. ده انت بصي شكلك يا بنتي، بصي الدب. دب؟ ده انت عندك وحوله. انت حوله. يا حوله يا دب. اعملي كده، اعملي كده، اعملي كده. بصي اسنانها يا بابا. بنتي بقى جميله. يا بابا احنا شكلنا عامل كده ليه؟ شكلنا عامل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده؟ فين؟ ايه ده؟ اللي فوق دي؟ تكونش دي سماعات؟ سماعات. تلاقي لي سماعات. ايه ده احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده انت اسمك ايه؟ اسمي لينشي بوكس. اسمك لينشي بوكس؟ وانت اسمك ايه؟ زمزمية. زمزمية يعني واحدة لينش بوكس واحدة زمزمية؟ دي فرق يا جماعة. دي في مدرسة لغات ودي في مدرسة حكومة. بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجة. يلا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ احنا كده هنعوم مش هنصطاد. كده هنعوم مش هنصطاد. هاي واتشو هيكو. ايه واتشو هيكو؟ انت جعان؟ ياه. طب يلا ناكل وقت. بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق عم دقننا. لا مش هحلق انا، احلقوا انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم. طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحده بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحده فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين. انا عايز بقى حاجه بسيطه، حد يروح يجيبني من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش هنزل تاني. لا اخر مره. طب اخر مره تجيبني. انا عارف اصلا، انا عارف ان اصلا ان ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي تسمع كلامي. ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. لا مش هنزل. ليه اخر مره؟ طيب لا. انت كمان. امال ايه؟ انا اوكي. شفت جبت لك ايه؟ ايه شفت؟ جبت لك الاستيكه اللي تلزقيها على الكراريس بتاعتك. ايه خد اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيها على الكراريس وتكتبي اسمك عليها، ماشي؟ اوعي تبهدليهم. ايه ده يا بنت؟ بقول لك الزقيها في الكراريس مش في وشي. تضحكي. بصي وقعت ازاي؟ ما بتلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركه جديده. حركة ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عيننا هتطلع نار؟ عيننا تطلع نار؟ بالحركة دي؟ ما انا عملتها كتير اصلا، عمري ما حصل لي حاجة. لا طب اعملها وجرب. كده يعني عادي؟ ولو ما اتعملتش؟ نشوف. طيب ماشي. جاهزة؟ جاهزة. ايه ده؟ شفت عيننا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده؟ طلع بجد؟ ايوه. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشوية مية. ايه؟ شوية مية. انت محتاج لنا مية. حاضر. معمول شرطي حد مش هيسمع كلمة وديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا. طب على فكرة اقول لك على حاجة بقى. ايه؟ وديها السجن بقى، هي مش عايزة تسمع الكلام. وديها السجن. ما تسيبيهاش. لا احسن. شفت منهم. ايه ده احنا الشرطة.
اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه؟ سحر و10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي، فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص مش العلبه دي فاضيه؟ فاضيه اهي اهي. فاضيه اهي يا جماعه. ماشي ماشي. اه نعمل كده كده. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بس يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه ايه؟ انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني؟ هات الدبله. لا اعملي من غير الدبله، ما هي الدبله. لا هات الدبله. مش هو سحر طلع لي الدبله جوه العلبه؟ انت حطيتي الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لي كده ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي مش هخليها تروح وراكي، ما تروحيش ورايا. كوكي سيبيها تذاكر. انا اذاكرها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه انت اللي تذاكري لها انت؟ انا اذاكرها. هي شاطره هي بتفهم. انا اذاكرها. خليكي قاعده معايا، خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه بنتي؟ بابا خد الفخر البالون. فرق بالونه؟ اه. وانت مش عارفه تنفخها دي بالونه صغيره. اه يا بابا مش عارفه انفخها. خدي انفخها انت يا كوكي. بخير. بتخافي؟ ايوه. انا هنفخها لك واخليها لكم قادي كده. ماشي؟ ماشي. بصي بقت قد ايه؟ ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه البوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه الثانيه كده اهو، صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي عليا؟ انا عايزك تعدليلي دماغي. احسن. طب اعدلي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. ايه اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي كل ما اعمل حاجه تعملي زيي. ماشي؟ ماشي. يلا سجل كده واحده ايه وانا واحده. ماشي. اول حاجه نفتح الكيس. ماشي. كيف تطفى؟ ها؟ شايفه انت كل كده كل ما تعملي حاجه تعملي زيي؟ يلا دي حركة سحر دي. اهو طلعي كده انت كبيرة نصها كده اهي. بصي حركة السحر خليها لك تختفي. ماشي. خليك الحتة دي تختفي. جاهزة؟ واحد. واحد. اتنين. اتنين. تلاتة. تلاتة. ايه ده؟ فاهمك ايه؟ اختفت والله؟ لا والله لا خد بتاعي. لا والله لا خد بتاعي. بابا انت لازم. لا لازم اموته. لا اوعي يا بنتي عايز افوز. طب اهو بص عندكوا ايه؟ عندكوا شنب انتوا الاثنين؟ والله عندي شنب. لا عندك شنب. عندك شنب؟ لا عندك شنب. طب بص كده بص الشنب اهو. اوه طب بص يا جماعه لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا انت. لا عندها شنب، دوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوس على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلتي؟ حصلتي اكتر حصلت جوري. اوه تقيله يا فلوس كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ كام دي؟ 150 جنيه؟ لا هي اكتر منك يا كوكي. اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ايه؟ بصوا بقى يا جماعه احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت جولي، هنشوف بقى ايه انواع واحد. طلع وشك فوق. ايه ده جميله؟ ايه ده؟ الله. واو جميل. حلو. انا بقى حلو ده. ايه ده؟ شبه الواد باربي. الله. حلو ده؟ اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها؟ ده؟ خلاص يلا خش يا جوك. خش. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو ده؟ واو الشاي اصلا حلو. بس والله حلو عليك ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد. بابا يا بابا احنا شكلنا عامل كده ليه؟ شكلنا عامل كده ليه؟ احنا شكلنا جميل. احنا شكلنا اخضر وجميل. اخضر وجميل وتحفه. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا بابا اللي طلع لك ده؟ ايه ده فين؟ اهو. ايه ده؟ اللي فوق دي؟ كنت دي سماعات؟ سماعات. اه تلاقي لي سماعات. ايه ده احنا شكلنا عامل كده ليه؟ معرفش. ايه ده انت اسمك ايه؟ اسمي لينشي بوكس. اسمك لينشي بوكس؟ وانت اسمك ايه؟ زمزميه. زمزميه يعني واحده لينشي بوكس وواحده زمزميه؟ اه دي فرق يا جماعه. طب انت في مدرسه لغات ودي في مدرسه حكومه. اه
بابا يلا عشان نصطاد. نصطاد؟ اه لا مش هنصطاد. يلا عشان نصطاد. نصطاد ايه؟ مش هنصطاد حاجة. لا لا ليش نصطاد؟ هنصطاد ازاي؟ بالسنارة. ايه ده؟ لا. احنا كده هنعوم مش هنصطاد. كده هنعوم مش هنصطاد. هاي واتو هيكو. ايه واتو هيكو؟ انت جعان؟ ياه طب يلا ناكل وده. بقول لك ايه يا معلم، مش هنروح نحلق دقننا ده ولا ايه؟ لا انا مش هحلقها، انا هسيبها كده. احنا هنحلق عم دقننا. لا مش هحلق، انا احلقه انتوا، انا مش عايز احلق. احنا هنحلق دقننا. خلاص يا معلم، طيب كلامك ماشي يا معلم. مين فيكم اكتر واحده بتحبني؟ انا. طب مين اكتر واحده فيكم بتسمع كلامي؟ انا. طيب شاطرين، انا عايز بقى حاجه بسيطه، حد يروح يجيبني من عند البقال. لا والله انا نزلت كتير، انا مش عايز التاني. لا لا اخر لا. مره. طب اخر مره، اخر مره جميله. انا عارف اصلا، انا عارف ان اصلا ان ما حدش بيحبني غير كارما، هي اللي تسمع كلامي. ايه في ايه؟ اسمعي كلامي. هو لا مش عايز. ليه اخر مره؟ لا طيب لا لا انت كمان. امال ايه؟ انا لا. انا اوكي. شفت جبت لك ايه؟ ايه شفت؟ جبت لك الاستيكه اللي تلزقيها على الكراديس بتاعتك. ايه خد اهو، بس اهم حاجه بقى ايه؟ تلزقيها على الكراريس وتكتبي اسمك عليها. ماشي اوعي تبهدليهم. ايه ده يا بنت؟ بقول لك الزقي في الكراريس مش وشي. تضحكي؟ بصي بصي وقعت ازاي، ما تلزقيش كويس انت. بابا تيجي اعلمك حركه جديده. حركه ايه دي؟ تعرف ان احنا لو عملنا كده عيننا هتطلع نار. ان نطلع نار بالحركه دي؟ ما انا عملتها كتير اصلا وعمر ما حصل لي حاجه. لا طب اعملها وجرب كده يعني عادي. ولو ما اتعملتش نشوف. طيب ماشي جاهزه؟ جاهز. ايه ده؟ شفت انا عملت ازاي؟ مش قلت لك؟ ايه ده؟ طلع بجد؟ ايوه. فكرة. طب هنطفيها ازاي دلوقتي؟ بشويه ميه. ايه؟ شويه ميه. طب هات لنا ميه. حاضر. ماما شفت حد مش هيسمع كلمه اوديه السجن. يعني ايه توديه السجن يعني؟ انا مش هسمع. ايه؟ انا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا مش هسمع. اسمعي الكلام. لا طب على فكره اقول لك على حاجه بقى. ايه؟ وديها السجن بقى، هي مش عايزه تسمع الكلام. وديها السجن، ما تسيبيهاش. لا احسن خلصت منهم. ايه ده؟ احنا الشرطه. اعمل لك سحر وتديني 10 جنيه. سحر و10 جنيه؟ اه. اول حاجه دي اصلا علبه البرفان بتاعي. فين البرفان بتاعي؟ انا شلته. طب ماشي وريني السحر. بص مش العلبه دي فاضيه؟ فاضيه اهي. ودي يا حبيبي. ماشي ماشي. اه نعمل كده كده. ايه ده؟ ده كان مستخبي جوه؟ لا كان فاضي. جبتيه منين ده؟ معرفش. بس يا جماعه طلعت ال 10 جنيه بقى. 10 جنيه انت عملتي ايه؟ طب خدي اعملي كده تاني. هات الدبله. لا اعملي من غير الدبله، ما هي الدبله. لا هات الدبله. مش هو سحر طلع لي الدبله جوه العلبه. انت حطيتي الدبله وبتضحك عليا. لو سمحت يا بابا قول لي كارما ما تجيش ورايا عشان انا داخله اذاكر. خلاص ماشي مش هخليها تروح وراكي. ما تروحيش ورايا يا كوكي، سيبيها تذاكر. انا اذاكرها. لا انا بذاكر لوحدي. تذاكري لها ايه انت اللي تذاكري لها انت؟ انا اذاكرها. هي شاطره هي بتفهم. انا اذاكرها. خليكي قاعده معايا، خليكي قاعده معايا. رايحه فين؟ رايحه فين؟ هتذاكري لها ايه بنتي؟ بابا خد الفخر البالونه. فخر البالونه؟ اه. وانت مش عارفه تنفخها دي بالونه صغيره. اه يا بابا مش عارفه انفخها. خدي انفخها لها انت يا كوكي. انا بخاف. بتخافي؟ ايوه. انا انفخها لكم واخليها لكم قد كده. ماشي؟ ماشي. بصي بقت قد ايه؟ ايه؟ طلع ايه ده؟ طلعتيها ليه؟ انت ماسكه نابوس؟ ينفع كده؟ شفت اللي حصل لي؟ حصل لك ايه يعني؟ وانا نايم نمت على المخده كده اهو، ودوست بايدي الناحيه الثانيه كده اهو، صحيت من النوم لقيت دماغي عامله كده. بتضحكي عليا؟ انا عايزك تعدلي لي دماغي. احسن. طب اعدلي دماغي، ما تقوليش احسن. ازاي؟ بصي هتضربيني ضربه جامد كده على دماغي وبعد كده هي هتتعدل. ماشي. ايه؟ اتعدلت ازاي بقى؟ الحمد لله. هديك انا واحده بقى اطبق لك دماغك. بصي يا جولي، كل ما اعمل حاجه تعملي زيي. ماشي؟ ماشي. يلا. سجيت كده واحده ايه؟ وانا واحده. اول حاجه نفتح الكيس. كيف تدفع؟ ها؟ شفت انت كل كده كل ما تعملي حاجه تعملي زيي؟ يلا دي حركه سحر دي. اهو طلعيها كده. انت كبيره مصها كده اهي.
بص سهرة خليها لك تختفي. خليها لك حتى تختفي. جاهزة؟ واحد اتنين تلاتة تلاتة. فاهمك ايه؟ اختفت والله. لا والله اللي اخبط عليك. لا والله اللي اخبط عليك. بابا انت ده الوحوش. لا لازم اموته. لا ايه وعي يا بنتي عايز افوز. طب اخد. بص عندكوا ايه؟ عندكوا شنب انتوا الاثنين. والله عندي الشنب. لا عندك شنب. عندك شنب. طب بص كده بص 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 الشنب اهو. طب بصوا يا جماعه لو كان عندها شنب دوسوا لايك، لو ما عندهاش دوسوا انت. لا عندها شنب دوسوا لايك كتير قوي، دوسوا لايكات كتير قوي واعملوا دوس على علامه الزائد اللي هنا دي متابعه لو هي عندها شنب عشان نقول لها يا ام شنب. اكتبوا لها ام شنب في الكومنتات. شوف حصلتي اكتر ولا حصلت جوري؟ حصلتي اكتر حصلت جوري؟ اوه تقيله يا فلوس كتير. ايه ده؟ كام دي؟ 150 جنيه. لا هي اكتر منك يا كوكي. اكتر منك على فكره، فيها 150 جنيه. طب ايه؟ بصوا بقى يا جماعه احنا هنجرب الفلتر ده كل انواع الشعر على البت كارما وعلى البت شوي، هنشوف بقى ايه انواع. واحد طلع وشك فوق. ايه ده جميله؟ ايه ده؟ الله واو جميل. حلو انا بقى. حلو ده. ايه ده؟ شبه الواد باربي. الله حلو ده؟ اللي يعجبك قولي عليه عشان تختاري واحد. ها ده. ده خلاص يلا خش يا جوكا. خش. واو والله اللي فات ده كان تحفه. واو ده واو الشاي اصلا حلو. بس والله حلو عليك ده مع السنان. ايه عامل شغل جامد بابا.